في هذا الاحوام ده؟ الاحوام ده يقول لي تعرف بسويليفك بسويليفك بسواليفك بسوالفك احنا نقول العراقيين. يقول تعرف بسوالفك هاي خليت الناس تحب صدام؟ هاي سوالفي اللي انا اذا اطلعها انه صدام يشرب عرق، ولده ياكلون خنزير، ولده يغتصبون العراقيات، صدام نظامه فاشل، صدام نظامه دموي، قتل 4 إلى 5 مليون عراقي، مقابر جماعية، كل الفساد اللي طلعناه، أخوته والكيولية والدايحات والنظام القمعي واقتصاد البلد اللي تدمر ونهار، البنى التحتية اللي انهدمت، وهذا المجرم. هاي سوالف تخلي العالم يحبون صدام حسين. فإذا أنت تشوف هذا الإجرام وهاي الحقائق اللي أنا دا أطلعها تخلي الناس تحب صدام حسين، فأنت مطي وابن مطي، لأن أنتم مجرمين، مجرمين وقتلة وعايشين على دماء العراقيين. وأنت من الناس أنا متأكد أيدت الزرقاء وجماعة اللي فجروا العراقيين وفرحتوا بقتل العراقيين، زين؟ فتفرحون لما واحد دموي مجرم يجي للعراق يقوده ويعطيكم خيارات البلد لكم يا خياس. بس أنا قاعد لكم ركبة ونص. جرش يا ابن الجرش، جرش مال المدرسة، هذا العنزي، هذا من السعودية، منين؟ من الرياض، صالح أبو ساري العنزي. شبيه صالح أبو ساري العنزي؟ تفضلوا، كل واحد من عندهم عنده حصة ببلدنا. تقول مو بلد، احنا فلكة، والله احنا دربونا للطيبين، ماكو مكفخة مال الكرة الأرضية، احنا بلدنا. هذا العنزي اللي قاعد بالسعودية بإذن الله جايكم المجاهدين تقطيع الروس، هذا اسمه وهذا مكانه. ده نشوف السعودية تاخذ موقف ضده؟ لو السعودية مكيفة بالوضع، والله العظيم، والله العظيم انتو دول، انا عذرا للناس الزينة اللي بيهم، دول ما محترمة وما تستحقون الاحترام. ولو اكو حكومة شريفة عراقية ما تاخذ جناط وما تاخذ طيارات خاصة وما تاخذ رشاوي، والله العظيم لا تأدبكم وتعرف قيمتكم وقدركم بالمنطقة. والله العظيم لا تركيا اعظم من العراق، ولا ايران اعظم من العراق، ولا السعودية اعظم من العراق، ولا هاي الدول كلها اعظم من العراق. والله العظيم قلبتوها للمعادلة من البلد العظيم الى صار مكفخة مال الكرة الارضية. وكل من هب ودب الى حق يقتل ويقص روس باي مسمى. فهذا وامثالها. صلاح ابو ساري العنزي، وين هذا؟ بالرياض، السعودية العربية، جامعة الملك سعود. هذا شخص انطى حق نفسه انه يجي قطع رؤوس العراقيين. طبعا هذا حاط بباله يا اما شيعي كافر، يا اما سني كافر، يا اما كردي جني، يا اما مسيحي كافر، يا اما صابئي كافر، يا اما يزيدي مشرك، يا اما شبكي مشرك. وهاي المسميات ما كل اللي يضحكون بها على الكرة الارضية ويحللون قتلنا كعراقيين، انا ما اسمح، انا كعراقي وكل العراقيين ما نسمح، لا انت ولا دولتك ولا ملكك ولا اي واحد بالسعودية ولا اي واحد بالاردن ولا اي دولة بالعالم من حقها تتدخل ببلدي. مثل ما احنا ما حللنا قتلكم ولا قصينا روس بيكم ولا فجرنا بدولكم ولا ان دخل بيكم، انتم مو من حقكم تدخلون ببلدنا. يا اخوان بلدي اعظم منكم، ما عندكم تاريخ، انتم كبار بلدنا ما عندكم تاريخ. حتى سيدنا ابراهيم من بنى الكعبة بالسعودية جاكم للعراق. كل هاي الدول احنا فضلنا عليكم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني بس شوفوا لها درجة واصلين الناس تتدخل بأمور حياتنا، حتى النفس حرام علينا. جايكم بقطع الرؤوس، جايكم بالتدمير والتفجير، هذا يدز لي زرقاوي، هذا يدز لي قصاص روس، هذاك يجيب لي شيشاني، هذا يجيب لي ايراني، هذا يجيب لي كويتي، هذا يجيب لي سوري، هذا يجيب لي اردني، والله ما اعرف شنو البلد هذا. فركه مصطر دربونا، شنو احنا بلد لو شنو؟ مو كلها كلها براس السياسيين. لو سياسيين محترمين يعرفون قيمه بلدهم ذولا ما يتجرؤون. والله العظيم لو سياسيين محترمين وانتماءكم للبلد، والله العظيم اكبر خياس انتم.
والله العظيم السياسيين العراقيين اكبر خياس بالكره الارضيه، واذا اكو مغوله واكو عملاء واكو مجرمين فهم السياسيين العراقيين. ولا ما يتجرع هذا وغيره يتكلم عن العراق هيجي؟ ما عندك سفاره عراقيه بالسعوديه تدز عليه هيجي ناقص؟ ما عندك اعلام عراقي قوي يرد على ذولا؟ بس الجنط الفلوس اهم شيء من الوطن، اهم من الوطن. سويتونا مضحك للكره الارضيه. ناس تعاني ما تعاني بالغربه من العراقيين بسبب سياستكم وسياسه النغر صدام، والناس اللي عايشه ستعاني بسبب سياستكم، وفاتحين الباب لكل الدول منبطحين. عين فراش وعين غطا. حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اي حاطين صفية سهيل السفيرة. ام الابر. ما خلي نافخة ما نافختها. سفيرة مع العراق بالسعودية. والله بلد. طيط. من كل الجهات. طيط. لشوف سفراءكم كل دولة يرفعون الرأس ما شاء الله. على ابوكم لا ابو هالخلق الزفره اللي الله بلانا بيها هالمسؤولين الخياس. خطاب التميمي انت من ابو حشمه طبعا. والله بن التميم هم بينا ناقصين. بن التميم مو كنا زينين. هم بينا من يبقبق وبينا من هو منبطح. لان انت عشيرتك بني تميم. بني تميم. يجي واحد من العوجة ما عنده عشيرة يقودك وانت مكيف. شو تريد؟ شو تريد؟ انت تميمي. نسب وقبيلة واسم بس تقول الناس تقول لك والنعم من بني تميم. اي وين ما تروح باي دولة بالعالم من العربية. بني تميم واسمهم وتاريخهم. تقبل على نفسك الذلة وتحن الى نظام دمر بلدك وهو ما عنده أصل وانت عندك أصل. شو تريد؟ وين تريد توصل؟ خلينا نشوف هذا التميمي شو يريد. خطاب باحث ومهتم بالشأن السياسي القدس عربية والتطبيع خيانة. يا ولد انت تعرف بلدك الصاير بيه ابو القدس عربية؟ ترى القدس هسه طلع لك اياها رام الله والمدن مالتهم العرب اللي قاعدين بيها الفلسطينيين، سياراتهم وبناياتهم وعيشتهم وتليفوناتهم ويسافرون كل دول العالم. انت العايش طايح حظك. انت العربانة مال العرب ماكو مال هالقضية العربية اللي يضحكون بيها عليك وعليا ويبوقون ثرواتنا. زين والله انا على ابوك لا بالقضية العربية ماتك ولك هالقضية العربية اللي دمرت بلدي يعني. انا ايش مستفاد منها القضية العربية؟ هاي دول العالم اسد تقرأ كل واحد حاط له باله يقتل واحد من العراقيين. كل واحد من عندهم بباله هذا البلد مستباح مال خلفوهم فلكه للطيبين. احنا تاكسي خلينا نصبغه للعراق ببرتقالي وابيض على مود ياهل يجي يصعد بيه هيك. يلا يصير بلد محترم عود بوقته. تاكسي على الاقل من نقول يقول يا بعدنا تاكسي مو بلد. هذا الباحث والمهتم اللي هو من اهل تكريت، من اهل تكريت خطاب التميمي اللي انا حاط له مال جاهل بوجهه. تشوفون اللون هذا ايش بيه هذا؟ طبعا هو تهجم علي. ايش كاتب لي؟ يكرم الله كذب. ياهو يجي يطلع صندوق اسرار ويضحك. هذا خطاب التميمي يضحك انه اني دا اكذب بهذا برنامجي وكل الضيوف مالتي دا يكذبون. هسه انت نفسك رجعت لك انت المالتك الموقع مالتك خطاب التميمي مارش 12 مثل هيك ايام قبل 20 سنه يعني 2003 مو احنا 2023 قبل 20 سنه يا سنه 2003 ايش بيها 2003 قبيل حرب الحواسم. هي مو حرب الحواسم، حرب الحفره، حرب الفلته، حرب النظام اللي فلت. والله اريد لي فد اسم للمعركه مال 2003 ما القى غير حرب الفلته. حرب شو اسمه هاي مال اخوي عامر
مال شقيت الفانيله ما ادري عض الفانيله عض الدشداشه واخوي عامر حرب اخوي عامر هاي اسمها زين حرب اخوي عامر في 2003 تم اخلاء الطائرات من قاعده البكر الجويه المجاوره لقريتنا زين هي مو معركه معركه تخلي الطيارات ليش غيري طيارات ومعركه غيري معركه اذا بالمعركه طياراتك تخليها لعد شكو حاطه بالمطار من ما عندك معركه يعني انت عندك طيارات بالمطار عسكريه مجهزهن لاي معركه تجي للبلد اجت المعركه ايش رد اخوي عامر اجت المعركه ايش صار بالمعركه ايش يقول هنا العين تاني اللي احنا نكذب اللي احنا برنامجنا يقول علينا نكذب والله هو يقول والله يقول هذول كذابين ويعني يطلع على الصندوق الاسود يحكي القصص براسه ويكذب هو ده يقول بموقعه يقول تم اخلاء الطائرات من قاعده البكر الجويه المجاوره لقريتنا في جنوب محافظه صلاح الدين ناحيه يثرب كنا بوقتها مراهقين نروح نلعب ونعبث بهاي الطائرات التي تملك تاريخ وحقبه مهمه من تاريخ العراق كانت القوه الجويه ضاربه في الحرب العراقيه الايرانيه اساس شجابه والله هاي حاط صورهن والله العظيم حاط صورهن حاط صور الطيارات هاي ام القريه مالته بصفها قريه يثرب فلنذهب كلنا الى يثرب هاي يثرب اللي بالتاريخ لا دي غير وحده هاي يثرب اللي على اساس العوجه هي مكه ويثرب جنوبها ها شنو صدام مسوي نفسه نبي وما ندري بي تعالوا اقول لكم ناحية يثرب صدام مسوي نفسه نبي واحنا ما ندري والله وعنده 99 هذا مسوي نفسه الله استغفر الله مسوي له 99 اسم ها هنا الحكي زين هاي المطي انت الباحث مسألة نفسك ها طيارات عسكرية واحنا في معركة على شنو مشتريهن احنا وشكو مسوي للمطار يم القرية ماتك يا دايح يا ابن الدايحة شكو مشترين احنا طيارات صارفين علينا هاي الفلوس هاي طيارات الزينة هاي شوفوها هاي طيارات الزينة دافنين بالتراب ومغطيهن بالشراشف حاطين عليهن زين حتى العلم العراقي بس العلم العراقي طالع من عدة القديم وانتو تعبثون بيها على شنو مشتريهن وعلى شنو زين احنا كذاب اذا احنا كذابين هاي شنو الوراء اللي انت حاطه بموقعك هاي حقيقة لو كذب هذا اللي انت دا تشوفه هسه وكل العراقيين دا يشوفوه الناس دا يشوفوه هاي حقيقة لو كذب هاي طيارات مدفونة بالقرية مالتك بالمعركة قبل المعركة قال قبل المعركة اخلوهن لعد احنا مشتريين بس على الشعب العراقي بابا يعني ذني موجودات بس الشعب العراقي دا رفع راسه يطيرن يقصهن يكتلن العراقيين بس من يجي العدو ينذبن بالشول ما يقاتلن عدو ذني صح يا عراقيين لو غلط الداحشي الله عليكم كلكم صح دا اقوله لو لا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله